هذا ويحرص أبناء البحرين في 25 من شهر فبراير من كل عام على مشاركة أشقائهم في دولة الكويت الشقيقة الاحتفال بالأعياد الوطنية، مؤكدين على أن أواصر المحبة التي تجمعهم بالكويت ليست وليدة لحظة، فلها عمق تاريخي متأصل في قلب كل بحريني. أواصر دم ونسب ووشائج القربة تؤكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتنامية بين البلدين الشقيقين التي لطالما اجتمع أبناؤهما على الحب والأخوة. فها هم أبناء البحرين يشاركون أشقائهم الكويتيون بمناسبة عيدهم الوطني 60 والذكرى 30 ليوم التحرير، ليعبروا عما يكنه الشعب البحريني من محبة وتقدير لأشقائه في دولة الكويت. إحنا ويا الكويت أعتبر شعب واحد في العادات والتقاليد، إحنا وهم أهل وأهل مو من الحين، من زمان ما في عائلة بحرينية ما عندها أهل في الكويت، من ضمنهم أنا عندي أهل في الكويت وعندي ربع، فعاداتنا وتقاليدنا واحدة وحياتنا واحدة الحمد لله. وأنا بالنسبة عني أن أنا كل سنة في فبراير أروح الكويت وأشاركهم احتفالاتهم. البحريني والكويتي علاقة وطيدة، علاقة قوية، علاقة متأصلة إلى عمق يعني ما يهزها ريح مثل ما يقولون، والحمد لله بنظل أخوان إلى آخر العمر. فرحة أبناء البحرين بالأعياد الوطنية للشقيقة الكويت تحمل مضمونا رائعا يجسد أجمل معاني الأخوة، لتكون شاهدة على عمق العلاقات والروابط الأخوية بين أبناء البلدين وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة، والتي تستمد مقومات تميزها وتطورها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري. حبيت أهني الشعب الكويتي بمناسبة يومهم الوطني، تربطنا علاقة أهلية بيننا وبينهم، إحنا عيال عم إخوان، الله يحفظ الكويت من كل شر. أبغى أهني أهل دولة الكويت على يوم الوطني على يومهم الوطني، والله يخليهم يخلي لنا، وإحنا الحمد لله شعبنا شعب واحد. نموذج متفرد للعلاقات الوطيدة بين أبناء البلدين ينبع من حرصهم على إيجاد كافة أشكال التعاون المشترك في مختلف النواحي، فوشائج القربة والتوافق الاجتماعي كان بوابة العبور لتحقيق العديد من الإنجازات المشتركة بين الشعبين، فهذا الأمر في حقيقته يؤكد على مدى التقارب في الطابع الاجتماعي والحميمية في العادات والتقاليد والثقافة بين البلدين، فليس هناك أي فروق أو حواجز بينهما، فمنذ سنوات خلت يعيش أهل الكويت في البحرين وأبناء البحرين يعيشون في الكويت، كما إن التزاور بينهم لا ينقطع، والتفاعل مع المناسبة الوطنية في البلدين تجسيد واضح لعلاقة المحبة الأبدية بين أبنائها. علاقة أخوية متميزة تجمع الشعبين البحريني والكويتي، هي ليست وليدة اللحظة بل نشأت بين أبناء البلدين منذ زمن بعيد، فهي علاقة متأصلة وقوية لها عمق استراتيجي جذوره قوية ويلوح في سماء المحبة والإخاء بين أبناء الخليج العربي. خول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.